السادسة مساء بتوقيت القدس الشريف، هذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. إصابة 170 فلسطينيا جراء اعتداءات قوات الاحتلال على مسيرات غزة، وفلسطينيو 48 يتوجهون لمشارف القطاع دعما للعودة. البنتاغون يقر بمشاركة قوات أمريكية في حرب التحالف السعودي على اليمن. الجيش السوري يقترب من تحرير مخيم اليرموك بالتزامن مع إخراج الدفعة الثانية من المسلحين من جنوب دمشق. إن المرجعية الدينية العليا تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين. المرجعية الدينية في العراق ترفض التدخل الخارجي في الانتخابات النيابية وتدعو إلى عدم التنافس عبر الطوائف. أهلا بكم. أصيب نحو 170 فلسطينيا بجراح جراء استخدام قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز على مسيرة العودة الكبرى في أسبوعها السادس. وتوافد الفلسطينيون في قطاع غزة إلى المناطق الحدودية للقطاع في جمعة العمال وشهداء لقمة العيش. اللجان الشعبية لفتت إلى أن مجازر الاحتلال بحق العمال راح ضحيتها المئات ممن قتلوا بدم بارد. وبالتوازي نظمت لجنة المتابعة العليا في الأراضي المحتلة عام 48 تظاهرة حاشدة باتجاه حاجز بيت حانون شمال القطاع دعما لمسيرات العودة في غزة. الميادين كانت قد واكبت هذه المسيرة التي تعرض خلالها الفلسطينيون لاعتداءات الاحتلال واستفزازات المستوطنين، لكن المتظاهرين الفلسطينيين أصروا على إكمال المسير. يجري معنا هؤلاء المتطرفين المجرمين سفاحين قتلة الشعب الفلسطيني، يحاولوا عمل جرنا لمشاكل هنا، ولكن نحن نقول لهم نحن فلسطينيين باقون في أرض فلسطين. إذا غضبوا وإذا ما رضيوا هؤلاء مجرمين، هؤلاء سفاحين، هؤلاء قتلة شعب فلسطين. קודם כל שתשתיק אותם, אל תשתיק אותנו. אנחנו עם אישור להפגנה, הם בלי. יש עם בסיר מעקופי, סתפזז לאלכום מנהל. נעם, הדור המסתורטינים בסתפזו פינה וכאנו איכנה נדלנה مش شرعي، هو نظامنا الشرعي، احنا جايين هون مشان نناضل ونوقف وقف التضامن مع اهلنا في غزه من اجل عوده اهالينا واخواننا من غزه الى اراضيهم ولا بيوتهم ولا وطنهم الاصلي. أكد رئيس الحركة العربية للتغيير والنائب في الكنيسة أحمد الطيبي التلاحم مع غزة وأهلها. وفي حديث للميادين قال إن تظاهرات غزة السلمية تواجه بالقنص، رافعا صوته ضد جرائم الحرب الإسرائيلية. نحن هنا ليس لنتضامن مع غزة وأهلها، بل لنتلاحم مع غزة وأهلها. هذه المظاهرة هي استكمالا ودعما متلاحما مع المظاهرة هناك، هي مظاهرة سلمية تواجه بالقناصة، هذه جرائم حرب، وأمام جرائم الحرب يجب أن نرفع صوتنا دعما لكسر الحصار وحق العودة والمسيرات، إلى جانب أننا في خضم التحضيرات للمظاهرة في القدس في 14 أيار. ترامب تبنى رواية الاحتلال، ونحن نسمع صوتنا هنا وفي كل مكان ضد هذا الاحتلال، ضد رواية
الإمبريالية والاستعمار والاحتلال، ومع رواية الحرية وكسر الحصار وتحديدا في غزة. رسالتنا هنا لغزة أنه مش بس نحن معكم لأننا نحمل آمال وألم الشعب الفلسطيني الواحد، بل لأننا نحبكم ولا يمكن غير هذا الحب لأهل غزة. أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن مسيرات العودة أعادت تعريف المشروع الوطني ووحدت المشهد الفلسطيني. وفي تصريح للميادين قال البطش إن الاستعدادات مستمرة لمسيرة العودة الكبرى في 14 و15 من الشهر الحالي. الأعداد الكبيرة والضخمة والتي لفتت والتي يعني اعادت توجيه المسار بوجه صحيح، اعادت تعريف العدو، اعادت تعريف الصديق، اعادت تعريف المشروع الوطني الفلسطيني، وليس وفق ما تراه من تهتك وضربات قاتله في الحزام، بل بالعكس اعادت الاعتبار لهذا المشروع بان هذا المشروع راس ماله وعمود الفقر العوده، وان هذا العدو هو عدو للامه وان له لا عدو لنا سوى هذا العدو. بالتالي هذه المسيرات اعادت تعريف المشروع، اعادت استنهاضه، اعادت بصراحه توحيد المشهد الفلسطيني. ومن الحدود الشرقية لقطاع غزة تنضم إلينا مراسلة الميادين هناء محاميد، كذلك تنضم إلينا من قلب غزة مراسلة الميادين لنا شاهين. وأبدأ معك مباشرة، لنا اليوم كان هناك حصيلة للاعتداءات الإسرائيلية على هذه المسيرات، حتى هذه الساعة هم 170 جريح فلسطيني. لو تطمئنين بداية عن أحوال الجرحى وأيضا تلخيص لما جرى في كل هذا اليوم الميداني الفلسطيني بامتياز. نعم فتون، يعني هو يوم لاحق لما سبقه من أيام من هذه الجمعة السادسة التي نتواجد فيها على الحدود الشرقية لقطاع غزة، إن كان شمالا شرقا أو حتى جنوبا. بالنسبة للإحصائية لغاية الآن 170 جريحا، من بين هذه الإصابات هناك إصابة في حال الخطر. هذا اليوم أيضا كسابقه من أيام جنود الاحتلال الإسرائيليين الذين على ما يبدو أن هناك إصابة الآن، الشبان يتوجهون بسرعة نحو الشاب لنقله بأقصى سرعة إلى سيارات الإسعاف التي هي أيضا فتون يعني تكون حاضرة منذ ساعات الصباح الأولى ولا تغادر إلا مع مغادرة آخر من يتواجد على أرض حدود غزة الشرقية. أود أن أشير أنه بالنسبة لهذا اليوم كان هناك إطلاق للرصاص الحي وعدم استهداف بشكل مباشر قاتل من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، وإن كانت هذه الإصابات يعني من بين هذه الإصابات نحن نتحدث عن 170 إصابة هي في الرصاص الحي وأيضا حالات اختناق بالغاز. كان الأكثر هو إطلاق لقنابل الغاز بالنسبة للمواطنين، يعني ونحن في الميدان شهدنا وابل من الإطلاق لهذه القنابل باتجاه المواطنين لتفريقتهم، وليس فقط من يتواجد في القرب من السياج الحدودي، لا حتى ما هو أبعد بكثير إلى وصلت إلى سيارات الصحافة وأيضا وصلت إلى المخيمات والتي هي تبعد عن تقريبا هي كيلومتر تبعد كمسافة عن السياج الحدودي. نشاهد ونتابع هناك إصابتان يتم نقلهما الآن من قبل الشبان، تم إطلاق الرصاص من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي بشكل خاص في الأطراف السفلية بالنسبة للمواطنين لمنعهم من الوصول إلى السياج الحدودي. وأيضا أود أن أضيف كان هناك أيضا استهداف ليس فقط للمواطنين فتون، ولكن أيضا طواقم الإسعاف أيضا كان لها نصيب من قنابل الغاز، حيث تم استهداف سيارتي إسعاف بقنابل الغاز. وأيضا كان هناك محاولة قبل قليل من قبل الاحتلال الإسرائيلي من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي لإسقاط الطائرات الورقية، هذا السلاح الجديد بيد شبان غزة، وبالفعل تمكنت هذه الطائرة الصغيرة أو ما أطلقت عليها إسرائيل الحوامة والتي أعلنت عنها بالأمس، أعلن عنها بالجيش الإسرائيلي بالأمس بأنه تمكن الوصول إلى طريقة تكتيكية في التعامل مع هذه الطائرات الورقية التي تجاوزت حدود غزة ووصلت إلى المناطق هناك في فلسطين المحتلة وأحدثت العديد أيضا من الحرائق. أود أن أضيف أيضا بأن الشباب في منطقة رفح، شبان رفح تمكنوا أيضا من إسقاط طائرة
طائرة استطلاع إسرائيلية، وأيضا في خان يونس كان هناك تمكن شبان خان يونس من إسقاط طائرة إسرائيلية للتصوير، هي طائرة صغيرة تمكنوا أيضا من إسقاطها فتون. بحد ذاته إسقاط الشباب الفلسطيني مثل هذه الطائرات لنا وهم يعني بدون سلاح بدون أي شيء بطرق ربما بسيطة جدا، كيف يراها هذا الإسرائيلي المعتدي دائما؟ يعني هذه بداية هي المسيرات، عندما تم الإعلان عن هذه المسيرات جن جنون إسرائيل، لأن إسرائيل لا تريد أن تكون هذه المسيرات سلمية وتخرج بهذا الطابع السلمي، وحتى وإن حاولت أنه عسكرت هذه المسيرات وذلك من خلال الاستهداف في مواقع في قلب في عمق مدينة غزة لمواقع للمقاومة، ولكن الفلسطينيين لم يقوموا بإطلاق الصواريخ. إسرائيل هي تسعى يعني كما يرى الكثيرون إن كان من المواطنين والمسؤولين ومن المراقبين ومن المحللين بأن إسرائيل هي تريد فقط صاروخ واحد لتنسف كل هذه المسيرات التي على مدار شهر ونصف، والتي يؤكد الفلسطينيون بأنها مسيرات سلمية. اليوم طوال هذه المدة خرج الفلسطينيون سلميين وبدون أي سلاح، عزل بصدور عارية يتسلحون بالإرادة والإصرار على حق العودة، استخلص ووجدوا في الطائرات الورقية وسيلة، وهذه الطائرات أيضا يعني فتون قضت مضاجع الإسرائيليين، وباتت إسرائيل تحاول التعامل مع هذه الطائرات. تبقين معنا لنا شاهين، وإليك هناء محاميد، إليك أنت على الحدود الشرقية لقطاع غزة، كيف يبدو المشهد من هناك؟ نعم فتون، نحن واكبنا التحركات الفلسطينية في داخل قطاع غزة من الخارج، يعني من المنطقة التي يتواجد فيها نوعا ما يعني الاحتلال الإسرائيلي. على مدار 6 ساعات تقريبا كان التواجد الكبير سيد المشهد هنا للفلسطينيين في داخل قطاع غزة في هذه المنطقة الحدودية القريبة من غزة، يعني شرقي غزة. نحن نتواجد في جنوب ما يعرف بمعبر نحل عوز أو معبر الشجاعية. في الساعات الثلاث الأخيرة حقيقة فتون شهدنا كيف أن أعداد كبيرة من المتظاهرين الفلسطينيين بدأت تتقدم بسرعة كبيرة وبالمئات إلى يعني على طول الشريط الحدودي جنوبا من موقع تمركز هذه يعني هذه المسيرة، من نقطة انطلاقها إلى مئات الأمتار وربما أكثر من كيلومتر جنوبا على طول الشريط الحدودي. كانت هناك عدة محاور وعدة نقاط تمركز فيها توزع في إليها الشبان الفلسطينيون وتمركزوا فيها وبدأوا بإشعال الإطارات لحجب الرؤية أمام جنود الاحتلال الذين كنا نرصدهم أيضا من هذه النقطة بشكل يعني نوعا ما واضح، القناصة الإسرائيليين الذين كانوا يطلقون الرصاص وأيضا القنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين في مرحلة معينة. حقيقة كانت هناك غمامة سوداء تغطي طول هذا الشريط الحدودي الفاصل بيننا وبين المتظاهرين داخل قطاع غزة. حتى هذه اللحظة نحن أيضا نرصد ونشهد الاعتداءات الإسرائيلية على المتظاهرين العزل الذين بعضهم كانوا يرمون الحجارة، يرمون جنود الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة عندما كانوا يصلون هذه يعني النقطة الصفر إن صح التعبير من هذا الشريط الحدودي الفاصل، وكانت تفصيلهم بضعة أمتار ربما قليلة جدا عن القناصة الإسرائيليين. يعني مئات الفلسطينيين حتى هذه اللحظة نستطيع أن نرصدهم بالعين المجردة من هذه الجهة من الحدود الشرقية لقطاع غزة المحاصر. هذا كان يعني تواجدنا هنا كان أيضا بعد رصدنا للتظاهر التي كانت قد نظمتها لجنة المتابعة العليا ظهر هذا اليوم عند شمال قطاع غزة عند معبر إيرز أو معبر بيت حانون شمالي القطاع. وصلت هذه التظاهر إلى أقرب نقطة ممكنة كانت أن تصل إليها، لأنه كل المنطقة المحيطة بقطاع غزة غلاف ما يعرف بغلاف غزة هي منطقة عسكرية مغلقة منذ شهر ويمنع التقدم أكثر نحو الحدود مع قطاع غزة. ولكن يعني هذا المشهد فتون من الواضح جدا ومن المؤكد أنه سيطول
ستتصاعد أكثر في الأيام المقبلة وصولا إلى 15 من الشهر الحالي الجاري بالتزامن مع الذكرى 70 للنكبة الفلسطينية، وأيضا بالتزامن مع نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة. رئيس لجنة المتابعة العليا السيد محمد بركي كان قد أكد للميادين هذا اليوم بأن هناك تنسيقات فلسطينية تجري على قدم وساق بين الأحزاب الفلسطينية الفاعلة في داخل الأراضي المحتلة عام 48 والتي تنضوي تحت لواء لجنة المتابعة، وبين القوى الفلسطينية الوطنية الفاعلة في مدينة القدس للتظاهر داخل مدينة القدس في 14 أيضا من هذا الشهر ضد القرارات الأمريكية وضد هذا يعني المشهد الجديد من التآمر على القضية الفلسطينية ومحاولة تصفية هذه القضية الفلسطينية عبر نقل السفارة، وما يرمز هذا الأمر من إمعان في إغفال حقوق الفلسطينيين والتنكر لحقوق الفلسطينيين على أرضهم من حق العودة إلى حق أن تكون لهم دولة عاصمتها القدس الشريف. نعم، وبالتوازي وبما أننا نتحدث عن كل هذه المسيرات وتحدثت عن جانب من المسيرات التي كانت في أراضي 48، هنا نسلط الضوء أكثر على المضايقات التي مورست اليوم بحق هذه المسيرات. هذه المضايقات حقيقة فتون كانت متوقعة، يعني كانت متوقعة لنا كصحفيين وأيضا متوقعة بالنسبة للمنظمين، لأن الاحتلال الإسرائيلي لا يدخر جهدا حقيقة ولا يفوت فرصة من التضييق على الفلسطينيين. منذ اللحظة الأولى كان هناك تواجد عسكري، تعزيزات عسكرية عمليا من قبل الشرطة الإسرائيلية لهذه في محيط هذه التظاهرة، وأيضا يعني أضيف إليها الاستفزازات الإسرائيلية من قبل المستوطنين الإسرائيليين الذين أتوا إلى مكان التظاهرة ورفعوا الأعلام الإسرائيلية وحاولوا التشويش على التظاهرة وجر المتظاهرين إلى يعني مواجهة مباشرة في محاولة أيضا لدفع قوات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ حملة اعتقالات ضد المتظاهرين الفلسطينيين. هذا الأمر نعهده حقيقة، يعني هذا سياسة من سياسات الاحتلال الإسرائيلي الموجهة والممنهجة ضد الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48. هي تحاول إسرائيل تحاول عمليا تضييق الخناق على عملهم السياسي ونشاطهم السياسي والحد من حرية تعبيرهم، أولا من أجل إخضاعهم ومن أجل فرض الأسرى عليهم، ومن جهة ثانية أيضا لمنعهم من التعاضد مع أبناء شعبهم الفلسطيني في أماكن تواجد الشعب الفلسطيني المختلفة. هذا المشهد أيضا نشهده طوال الوقت في مدينة القدس المحتلة، اعتقالات بالجملة تجري تقريبا يعني كل يوم ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة. هذا يضاف أيضا إلى سياسة هدم المنازل، وهذه واحدة من الأدوات الصعبة والقاسية جدا التي تلاحق سلطات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة من خلالها، إضافة إلى حتى اعتقال ومحاكمة الشعراء والفنانين. بالأمس فقط فتون كنا قد شهدنا حكما إسرائيليا للمحكمة الإسرائيلية ضد فلسطينية شابة قامت بكتابة قصيدة أدينت بالتحريض على العنف والإرهاب. تخيلي ذلك، لمجرد أنها كتبت قصيدة تضامنت معها فيها مع شهداء عائلة الدوابشي وأيضا الشهيد محمد أبو خضير الذين أحرقوا على يد مستوطنين إسرائيليين. وهذا فقط يعني مثال واحد على مجمل وسلسلة كبيرة وصعبة جدا وقاسية من الانتهاكات والتضييقات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48. تبقينا معنا أيضا هناء محمد، وينضم إلينا دكتور أحمد رفيق عوض أستاذ الإعلام والعلوم السياسية في جامعة القدس من رام الله. أهلا بك دكتور أحمد. إذن إصابة الطواقم الطبية شرق غزة التي تحاول إسعاف الشباب الفلسطيني الذي يقوم بمسيرات سلمية تؤكد على حق العودة وحقه بفلسطينه، هي بحد ذاتها ضمن إطار الاستهداف الممنهج للمحتل الإسرائيلي لكل ما يتحرك على الأرض الآن في هذه المسيرات. كيف توصف هذا الاستهداف؟ المحتل الصهيوني يحاول أن يفكك مسيرة العودة بكل الطرق، يعني هو استهدف المسعفين، الصحفيين،
استهدف الأطفال، استهدف المقعدين، استهدف المرضى، استهدف الأطفال، استهدف النساء، استهدف كل شيء من أجل أن يفكك هذه المسيرة. وليس هذا فقط، يعني مش بس استهدفها بالرصاص، وإنما استهدفها أيضا بالتوصيف والتعريف والتقديم الصورة للعالم إنهم هؤلاء ليسوا سلميين، هؤلاء بأزياء مدنية، هم في فصائل مقاتلة ولكن بأزياء مدنية، وهم أيضا ليسوا سلميين، هم يريدون خطف جنود، يريدون زرع الغام إلى آخره. وأيضا حاولوا يشوهوا الصورة تماما أنه هي أهدافهم مش ضد إسرائيل، هي ضد السلطة الفلسطينية إلى آخره. يعني إسرائيل لم تتوقف إطلاقا عن تفكيك هذه المسيرة أو محاولة ضربها، حتى تم تهديد أنه سيردوا على المسيرة بضرب عمق غزة، حتى أنه هذه المسيرة بكل ما أبدعت من إبداعات صغيرة ولكن ذات فعل كبير، أنه إسرائيل عمليا مرتبكة جدا. ما الذي تفعله مع مثل هذه المسيرات المتجددة التي لم تكل ولم تمل؟ إسرائيل عمليا دائما يعني عندما تواجه الفلسطينيين بهذه الطريقة الرصيعة، إسرائيل تخسر، وبالتالي هي تحاول دائما أن تجر الفلسطينيين إلى المربع الذي تربح فيه، وهذا المربع هو مربع الرصاص والقتل. عندئذ إسرائيل تفكر جيدا، نعم. أما ما عدا ذلك فهي ترتبك بالتأكيد. لكن دكتور أحمد، بالتوازي مع ما وصفته إبداعات الشعب الفلسطيني الآن في هذه المسيرات، على ما يبدو يتضح بأن هناك خذلان على الساحة الأخرى المتعلقة بالسياسيين الفلسطينيين. عندما نتحدث مثلا عن اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، عن مسيرة المصالحة الفلسطينية، لماذا لا ترتقي إلى مستوى هذا الحراك الفلسطيني؟ شوفي سيدتي، أعتقد أنه في المجلس الوطني على مدى 3 أيام، برأيي المتواضع، وأنا لست هنا متحدثا باسم المجلس الوطني إطلاقا، لكن برأيي أنه صار في نوع من المراجعات التاريخية، مراجعات لتصحيح الأخطاء، تصحيح التاريخ إن شئتي. واضح أن المجتمعين اكتشفوا أنه لا يمكن صنع السلام مع مثل هذه القيادات الموجودة في إسرائيل وفي أمريكا، وبالمناسبة ولا القيادات في إسرائيل ولا أمريكا مقتنعة أنها تستطيع أن تصنع السلام مع القيادة الفلسطينية الحالية. لذلك برأيي أنه المخرجات المجلس الوطني على المستوى النظري أعتقد أنه فيها نوع من يعني رفع السقف السياسي على الأخير إلى حد الذي لا يمكن فيه التنازل عنه. وبالتالي بغض النظر حتى اللي سألتيه سيدتي، أنا أعتقد أنه أيضا كان في نوع من النزول عن الشجرة بهذا الاتجاه، بمعنى الرئيس محمود عباس يخفف الضغوط، أعاد الرواتب، ويبدو أن هذه خطوة متقدمة من أجل مقاربة جديدة لقطاع غزة. برأيي أنه الرئيس محمود عباس يكتشف أو يلخص أو يجمل مسيرته السياسية بالقول أنه لا سلام، لا تسوية مع إسرائيل بهذه العقلية. لهذا السبب أنا برأيي أنه المراجعات السياسية والتاريخية اللي صارت نظريا كانت مهمة، مهمة جدا، وربما كيف مهمة من أي ناحية وهي بطريقة أو بأخرى يؤخذ عليها بأنها ترسخ مفهوم عدم المصالحة ما بين الفلسطينيين، الرجوع إلى نقطة الصفر بالنسبة لهذا الملف تحديدا، وهو من أهم الملفات لتوحيد الصف الفلسطيني والعمل الفلسطيني. أيضا بهذا المفهوم برأيي أن هذا أيضا في مراجعات وتصحيح أخطاء، وربما نوع من الحسم مع إسرائيل، الحسم مع حركة حماس. هل أنا نوافق عليه؟ طبعا بالتأكيد لا نوافق عليه، لأنه الوحدة الوطنية هي مطلبنا الكبير والأول، والوحدة الوطنية هي ردنا على كل شيء، ردنا على صفقة القرن، وردنا على الأزمة الكبرى، وردنا على الطريق المسدود، وردنا على كل المسار اللي صار. بالتالي أكيد الوحدة الوطنية رد حقيقة على كل شيء. وأعتقد أنه أيضا هذا نوع من الحسم اللي عمله الرئيس محمود عباس. أعتقد أن الرئيس محمود عباس بعد المجلس الوطني الفلسطيني يعني ثبت المقولات التي أرادها،
مسألة الحسم بأنه لا تسوية مع إسرائيل، وإسرائيل أيضا لا تريد أن تعمل تسوية مع محمود الرئيس محمود عباس. وأنت رأيت يوم أمس ماذا كتبت الصحف الأمريكية، إحدى الصحف الأمريكية قالت عليك أن تغادر. شوفي بعد 25 سنة من التفاوض ما بين الرئيس محمود عباس وإسرائيل، إسرائيل تقول عن لكن كل ما نتج عن المجلس الوطني الفلسطيني لا تعترف به الآن حركة حماس، هذا بحد ذاته إذن لا يمكن أن يعتبر إنجازا، عندما لا يوحد الفلسطينيين، عندما لا يعيد حماس وفتح إلى بعضهما البعض للتعامل وتوحيد الصف، توحيد القرارات، إيجاد أرضية مشتركة أقل. برأيي أنه حركة حماس بهذا الموقف الأولي، خلني أقول أولي، يعني ربما عليها أن تعيد النظر في ذلك، لأنه بعض مقررات هذه المجلس يمكن البناء عليه، ويمكن البدء من خلاله، ويمكن التفاوض حوله أيضا، ويمكن يعني الاشتراك فيه. يعني مش كل ما طلع من المجلس الوطني الفلسطيني مرفوض من قبل حماس، ولا يجب أن يكون مرفوض من قبل حماس. برأيي أنه هذا موقف أولي، أتمنى أنه تعيد حماس النظر في هذا الموقف الأولي، لأنه المقررات يعني إذا قرأناها بطريقة من الطرق أو حتى بمعظم الطرق التي يمكن أن نقرأ المقررات المجلس الوطني يمكن البناء عليها. وبالتالي هذا موقف، أنا برأيي أنه موقف أولي، دعينا نقول أنه موقف أولي. أشكرك الدكتور أحمد رفيق عوض، أستاذ الإعلام والعلوم السياسية في جامعة القدس، كنت معنا مباشرة من رام الله. الشكر موصول لكل من الزميلتين هناء محاميد مراسلة الميادين، كانت معنا من الحدود الشرقية لقطاع غزة، ولنا شاهين مراسلة الميادين أيضا كانت معنا من قلب غزة. في صنعاء خرج اليمنيون في تظاهرة حاشدة دعما للفلسطينيين، المتظاهرون رددوا هتافات مؤيدة لفلسطين ورافضة للاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة. رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي أكد في كلمته أن الفلسطينيين يشكلون اليوم رأس حربة في مواجهة المشروع الأمريكي. يا أبناء فلسطين، أنتم اليوم رأس حربة للإسلام والمسلمين في مواجهة الطغيان الإسرائيلي وفي مواجهة الطغيان الأمريكي، وستظلون كذلك، ونحن نساندكم ونقف إلى جانبكم. إن هذا العدوان الذي يريد من خلاله نقل سفارته إلى القدس هو فقط من أجل إركاع أو من أجل أيضا إفقادكم الثقة بأنفسكم، لا، يجب أن تبقى ثقتكم بالله عالية وبمجاهديكم أيضا، لديكم مجاهدين أبطال لا يخافون في الله لومة لائم. كلف المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة التنفيذية الجديدة العمل على تعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل حين اعترافها بفلسطين كدولة، والعمل على وضع آليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي المتعلقة بوقف التنسيق مع إسرائيل. نسرين سلمي. حجر أساس يجب البناء عليه، هكذا وصف البيان السياسي للمجلس الوطني الذي اختتم أعمال دورته 23 في رام الله. قرارات متعددة اتخذها المؤتمر، من بينها اعتبار اتفاق أوسلو ملغا ورفض القرارات الأمريكية بحق القدس والدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة، وتأكيد أهمية المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني. أنا بعتقد أنه البيان الختام الذي صدر عن أعمال المجلس الوطني الفلسطيني الذي استمر لمدة 4 أيام بيان هام، ويوجد هناك مواقف لابد أن تترجم عمليا بوجود آليات للتطبيق. اعتبار البيان أساسا جيدا لم يكن كافيا للكثير من الأعضاء المشاركين وغير المشاركين وحتى المراقبين في الدورة الحالية، وسط مطالبات بوضع آليات فاعلة وجدية لتنفيذ قرارات المجلس الوطني ومن قبله المركزي التي طالبت بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وبالعمل على تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بالدولة الفلسطينية.
البيان السياسي في عدد من بنوده المتعلقة بالعلاقة مع الاحتلال أو بالموقف من خطة الرئيس ترامب وكذلك من الحقوق الفلسطينية الرئيسية يشكل أساسا ينبغي أن تتضافر الجهود من أجل البناء عليه باتجاه عقد مجلس وطني توحيدي بمشاركة الجميع وخارج الوطن. وفيما غابت الجبهة الشعبية وحماس والجهاد الإسلامي عن التشكيلة الجديدة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بقي الباب مفتوحا لانضمامها من خلال إبقاء 3 مقاعد في اللجنة للفصائل 3 على أمل استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام. باستثناء حركة فتح غابت عنها قوى رئيسية كثيرة مثل الجبهة الشعبية وحماس والمبادرة الوطنية وحركة الجهاد الإسلامي، وهذا يعني أن هناك ثغرة كبيرة في مسألة الوحدة الوطنية وحاجة ملحة لتنفيذ ما أعلن من ضرورة تنفيذ جهود المصالحة الوطنية وجعل منظمة التحرير البيت الجامع للجميع. ويشار إلى أن المجلس الوطني سعى إلى تثبيت وتجديد شرعية منظمة التحرير ورئيس الفلسطيني في مواجهة مطالبات أمريكية وإسرائيلية باستبدالهما. نجاح دورة المجلس الوطني بحسب المراقبين تقاس بقدرته على تنفيذ ما صدر عنه من قرارات وسعيه الحثيث لتوحيد الكل الفلسطيني تحت رايته. نسرين سلمي، رام الله، الميادين. من جهتها قالت حركة حماس إن آليات انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني مقيتة، وصفة المجلس بمجلس المقاطعة والمجلس الانفصالي. الحركة استنكرت ما وصفته بحالة التفرد والديكتاتورية التي رسخها رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس بعقد المجلس خلافا للاتفاقات الوطنية، وأضافت أنها لا تعترف بمخرجات المجلس داعية لعقد مجلس حقيقي يحضره الكل الوطني. وأضافت أن عقد المجلس أريد به تكريس الانقسام والمغامرة بمنظمة التحرير، وحذرت من أي قرارات تتخذها اللجنة التنفيذية لتمرير أي مخططات تصفية للقضية بما فيها صفقة القرن بحسب البيان، مجددة دعوتها لإجراء انتخابات شاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني. وكان الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم قد أعلن عدم اعتراف الحركة بمخرجات المجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدا أنها افتقرت إلى البعد القانوني وغابت عنها أدنى معايير الديمقراطية. برهوم وفي تغريدة له على تويتر اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس باستخدام المجلس لحماية مصالحه الشخصية ورؤيته السياسية الهابطة وتدمير القضية وإطلاق الرصاصة القاتلة على عملية الوحدة وإنهاء الانقسام. وأضاف إن عباس يسعى إلى تمرير مشاريع تصفوية من بينها صفقة القرن، محذرا من أن حماس تسعى بكل قوة مع سائر الفصائل إلى حماية المشروع الوطني وتحصين القضية من العبث. فصل قصير ونعود بعده لاستكمال هذه النشرة، ابقوا معنا. من جديد أهلا ومرحبا بكم. إلى سوريا، حيث يوشك الجيش السوري على الانتهاء من تحرير مخيم اليرموك وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف قال إن العسكريين الروس يحافظون على سلامة أرض دوما وعدم المساس بها أثناء عمل منظمة حظر الكيميائي. كما لفت إلى أن المساعدات الدولية لسوريا في المناطق الخاضعة للإرهابيين هي أكثر ب34 مرة من تلك التي تحصل عليها المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. مئات المسلحين مع عائلاتهم في رحلة المغادرة من بيت سحم وببيلة ويلدا باتجاه جرابلس شمالا، تنفيذ سلس لاتفاق تسوية ينهي الحالة المسلحة جنوب العاصمة، اتفاق يضمن تسوية أوضاع مئات المسلحين في بلداتهم وعودة مؤسسات الدولة إليها. طبعا هذا الاتفاق حتى الآن تتم الأمور بشكل جيد، لا توجد أي عوائق، ولا بد أن نوه بأن هذا الاتفاق التسوية الذي ينص على خروج المسلحين من البلاد 3 إلى الشمال السوري إدلب وجرابلس بعد أن يقوموا بتسليم السلاح الثقيل المتوسط ويخرجوا بسلاحهم الفردي.
طي صفحة المسلحين في البلدات الثلاث ينهي آخر جيوبهم جنوب دمشق. لا تبعد هذه البلدات سوى كيلومترات قليلة عن قلب العاصمة، وهي تضغط من جهة يلدة على مخيم اليرموك والحجر الأسود، وتتاخم من جهة بيت سحم طريق مطار دمشق. هذه البلدات تقع في المنطقة أو من الجهة الجنوبية لدمشق. قيام المصالحة في هذه البلدات الثلاث يعني عودة الأمن والأمان إلى كامل محيط محافظة دمشق وريفها، وخاصة من عودة الأمان إلى أسراد دمشق الدولي، حيث أن هذا الأسراد يوازي تموضع هذه البلدات الثلاث التي تتوازى مع الأسراد المذكور. إتمام التسوية في البلدات الثلاث يكمل جهدا عسكريا للجيش السوري باتجاه تحرير مخيم اليرموك والحجر الأسود من داعش. مراحل متقدمة بلغتها العملية باتجاه تأمين جنوب العاصمة بأكمله. إنجاز التسوية في بيت سحم وبابيلة ويلدة ينعكس أمنا على جرمانة وطريق المطار الدولي، ويضغط بقوة على ما تبقى من وجود مسلح في الحجر الأسود دعما لعملية الجيش السوري في تلك البلدة. محمد الخضر من بيت سحم في ريف دمشق الجنوبي، الميادين. هذا ويواصل الجيش السوري التقدم في جنوب دمشق، ولا سيما بعد فصله منطقة الحجر الأسود عن مخيم اليرموك. إذن قد نشر الإعلام الحربي مشاهد لقصف الجيش السوري مواقع داعش الذي سبق تقدم الجيش في تلك المنطقة. إلى الملف العراقي، حيث قال ممثل المرجع الدينية السيد علي السيستاني عبد المهدي الكربلائي إن المرجعية الدينية العليا تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين ومن كافة القوائم الانتخابية، بمعنى أنها لا تساند أي شخص أو جهة أو قائمة على الإطلاق، مؤكدا أن الأمر كله متروك لقناعة الناخبين. ومن المؤكد أن الإخفاقات التي رافقت التجارب الانتخابية الماضية من سوء استغلال السلطة من قبل كثير ممن انتخبوا أو تسنموا المناصب العليا في الحكومة ومساهمتهم في نشر الفساد وتضييع المال العام بصورة غير مسبوقة وتمييز أنفسهم برواتب ومخصصات كبيرة وفشلهم في أداء واجباتهم في خدمة الشعب وتوفير الحياة الكريمة لأبنائه لم تكن إلا نتيجة طبيعية لعدم تطبيق العديد من الشروط اللازمة ولو بدرجات متفاوتة عند إجراء تلك الانتخابات، وهو ما يلاحظ بصورة أو بأخرى في الانتخابات الحالية أيضاً. ولكن يبقى الأمل قائماً بإمكانية تصحيح مسار الحكم. الكربلائي أكد أن المرجعية الدينية لا تزال عند رأيها من أن سلوك مسار الانتخابات يشكل الخيار الصحيح والمناسب لحاضر البلد ومستقبله، مؤكدا أنه لا بد من تفادي الوقوع في مهالك الحكم الفردي والنظام الاستبدادي تحت أي ذريعة أو عنوان. أصرت المرجعية الدينية على سلطة الاحتلال ومنظمة الأمم المتحدة بالإسراع في إجراء الانتخابات العامة لإتاحة الفرصة أمام العراقيين لتقرير مستقبلهم بأنفسهم من خلال اختيار ممثليهم المخولين بكتابة الدستور الدائم وتعيين أعضاء الحكومة العراقية. واليوم وبعد مرور 15 عاما على ذلك التأريخ، لا تزال المرجعية الدينية عند رأيها من أن سلوك هذا المسار يشكل من حيث المبدأ الخيار الصحيح والمناسب
لحاضر البلد ومستقبله. المرجعية الدينية شددت على ضرورة منع التدخل الخارجي في الانتخابات العراقية من خلال الدعم المالي أو غيره، كما دعا القوائم الانتخابية إلى التنافس على أساس البرامج الاقتصادية والخدمية وبعيدا من الشحن الطائفي. أن تتنافس القوائم الانتخابية على برامج اقتصادية وتعليمية وخدمية قابلة للتنفيذ بعيدا عن الشخصنة والشحن القومي أو الطائفي والمزايدات الإعلامية، ومنها أن يمنع التدخل الخارجي في أمر الانتخابات سواء بالدعم المالي أو غيره، وتشدد العقوبة على ذلك. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعرب عن تأييده التام لموقف وتوجيهات المرجعية الدينية العليا. وفي بيان صادر عن مكتبه، أشار العبادي تحديدا إلى الدعوة للمشاركة الواسعة في الانتخابات والاختيار الصحيح. ائتلاف دولة القانون رحب ببيان السيستاني مؤكدا أنه قطع الطريق أمام محاولات الالتفاف على الانتخابات ونتائجها. بدوره أكد تيار الحكمة بزعامة السيد عمار الحكيم الالتزام التام بالتوجيهات الصادرة من المرجعية الدينية العليا بخصوص الانتخابات المرتقبة. ومن بغداد ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد خالد عبد الإله. أهلا بك سيد عبد الإله. وكأنه أتى بيان المرجعية على لسان السيد الكربلائي ليقطع الشك باليقين وكل طرق والمحاولات لتأويل موقف المرجعية لحساب فلان على فلان أو لحساب هذه الكتلة على أخرى، وبوب البيان ما يريد فعلا إيصاله إلى العراقيين. لو نفهم أكثر هذه المناحي. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لكم لجميع مشاهدي قناة الميادين وشاكر لهذه الاستضافة. بالتأكيد اليوم المرجعية أعطت رسالة واضحة للجميع، رسالة أكدتها في الكثير من المحطات التاريخية التي ذكرها معتمد المرجعية الشيخ الكربلائي عندما استعرض الجانب التاريخي والمهم جدا بعد 2003 لدور المرجعية في الشروع بالتعددية السياسية وأهمية التداول السلمي للسلطة وأهمية الانتخابات وأهمية أن يكون للعراقيين دور كبير جدا في رسم طبيعة الخارطة السياسية العراقية. بالتأكيد هذا هو الثابت الأساسي والمهم جدا التي من خلاله انطلقت فيه المرجعية وأكدته في إطار دعمها لكل العمليات الانتخابية التي حدثت سواء كان على مستوى مجلس النواب أو على مستوى انتخابات مجالس المحافظات العراقية. ولكن أنا أتوقع اليوم المرجعية تريد أن تقول للمواطن العراقي للناخب العراقي بأنك يا مواطن عراقي أنت حريص، أنت اليوم مستأمن على العملية السياسية، أنت التي تحدد خيار مستقبلك وحاضرك، وبالتأكيد يجب أن تختار الأصلح، أن تختار الأفضل. المرجعية لم تتحدث اليوم سوى بخطابها الأساسي والمهم بعد 2003 ولحد هذه اللحظة، وهو لجميع العراقيين بمختلف أديانهم مسمياتهم طوائفهم وقومياتهم، وبالتأكيد هذه هي الرمز الوطني الذي طالما تتحدث فيه المرجعية بالنسبة إلى صيانة الوحدة الوطنية وسلامة واستقلال العراق. فتوى الجهاد الكفاية التي أيضا وحدت العراقيين، اليوم المرجعية حاولت أن تستعرض هذا الإطار التاريخي في إطار يعني وضوحها وتعاطيها مع المشهد السياسي، وتنقل رسائل إلى الناخب العراقي وإلى المرشحين والأحزاب والأطراف والكتل السياسية بأننا يجب أن نحافظ على أهمية الانتخابات، نحافظ على التداول السلمي للسلطة، ولكن يجب أن يكون هذا التداول السلمي للسلطة مبني على أسس حقيقية. قانون انتخابات لا يسرق أصوات المواطنين، وبالتأكيد هذا يعني عدم الالتفاف على أصوات المواطن العراقي والناخب العراقي. هنالك عزوف، المرجعية لديها مجسات كثيرة، تقاعس المواطن العراقي عن عدم استلام البطاقة الانتخابية، الفساد الإداري والمالي، مستوى الإصلاح لم يكن بالحقيقي. لذلك المرجعية اليوم شخصت بشكل دقيق ما تحتاجه عملية الانتخابية الحقيقية. ثانيا، عندما نتحدث عن التدخل الأجنبي وعن المال الأجنبي
الأجنبي. فبالتأكيد هذه رسالة إلى الجميع، يجب أن نصون الداخل العراقي، يجب أن لا نضع مجال لكل التدخلات الأجنبية سواء كان قبل الانتخابات أو حتى بعد الانتخابات. وكل الأجندات الخارجية أيضا أكد عليها الشيخ الكربلائي في نهاية الخطبة، بمعنى المرجعية ترفض كل الإملاءات الخارجية، كون أن الانتخابات شأن داخلي عراقي يحدده المواطن العراقي. وهي أيضا تقف العراقي على مسافة واحدة من جميع القوائم وجميع الأحزاب. لو سمحت لي هنا أريد أن أسأل عن هذا الموضوع تحديدا، وهنا ما قصدته في بداية الكلام بقطع الشك باليقين، لأنه كان هناك من يحاول أن يؤول بعض المواقف أو حتى كلمات كانت لها علاقة بموقف المرجعية. الآن نفهم بأنه كل هذا بت به بشكل كامل؟ يعني هذا الموقف أنا أتوقع ليس بجديد. في انتخابات 2014 أيضا السيد الصافي أشار في توجيهات ووصايا المرجعية للناخبين العراقيين بأن المرجعية هي تقف على مسافة واحدة من الجميع، من المواطنين العراقيين، من الناخبين، مرشحين، أحزاب سياسية، تحالفات، كتل سياسية. اليوم نفس المشهد أيضا تؤكد عليه المرجعية، وكأنما ثابت وطني حقيقي تريد أن تقوله المرجعية للجميع، وعدم استخدام رمزية ومقام المرجعية الدينية أي حزب أو مرشح. أنا أتوقع اليوم البرامج الخدمية والتعليمية وأيضا الاقتصادية التي دعا عليها الشيخ الكربلائي، أنا أتوقع هي الأساس المهم جدا الذي حاولت المرجعية أن تؤكده في إطار هذه الخطبة، بمعنى أن الرمز الوطني والثابت الوطني والمصلحة الوطنية يجب أن تكون هي موجودة ومفعلة بشكل حقيقي لدى المرشحين والأحزاب الكتل السياسية، وعدم استخدام الرموز الدينية. طبعا حتى عندما نتحدث عن هذا الجانب ننتقل إلى المادة 20 من ميثاق الشرف الانتخاب الذي وقعته الأطراف الكتل السياسية في يوم 28 مارس الماضي، أكد على هذا الجانب، وأكدت المرجعية هنا بأنها هي على مسافة أيضا من الثوابت الوطنية للعملية السياسية العراقية، وأنها تسعى بشكل حقيقي إلى مستويين: مستوى المواطن العراقي بأن اليوم حق الانتخاب هو مكفول للمواطن العراقي، ولكن بالطرف الثاني المرجعية لم تقل للمواطن العراقي اذهب وشارك بقوة في الانتخابات عكس انتخابات 2014، وهذا دلالة بأن المرجعية اليوم تقف على مسافة المنتصف ما بين الناخب العراقي والأحزاب والأطراف الكتل السياسية والمرشحين. تريد أن تقول للمواطن العراقي أنت ارسم طبيعة مستقبلك، حاضرك، أنت الذي تستطيع أن تضع نقطة التغير والإصلاح، أنت الذي تستطيع أن تغير معادلة الحكم المحاصصي والطائفي والقومي وتقاسم السلطة والثروة ولا أليه من الأمور السلبية. لذلك أنا أتوقع اليوم نحتاج إلى توصيف هذا الخطاب بأن خطاب المرجعية اليوم على مسافة وفي منتصف الطريق اليوم ما بين الناخب وما بين النخب السياسية والقيادات السياسية والأحزاب السياسية والمرشحين، وكأنما تقول للناخب العراقي أنت صاحب السلطة الحقيقية، أنت الذي تستطيع أن تحقق إرادتك وقدرك بقوة عندما تذهب إلى انتخابات. وإذا لم تجد لديك قناعة بالنسبة إلى مستوى المرشحين والأحزاب وبرامجهم فهذا يعني متروك لك بالنسبة للمشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات. لكن أيضا الكلام المرجعية بهذه الطريقة هو بحد ذاته ألا يشكل مأزقا للسياسيين يعني الأحلاف والأحزاب المتقدمة للانتخابات، لأنها تضعهم فعليا يعني في خانة الحشر إن يجوز لنا التعبير بهذه الطريقة عندما تخضعهم لمعايير معينة في بيانها؟ يعني بالتأكيد أنا أتوقع اليوم عندما تتحدث المرجعية عن إصلاح الحكم وعن إصلاح المؤسسات الدولة العراقية، بمعنى أنها غير مؤمنة بالعملية السياسية العراقية في إطار المحاصصة، في إطار تقاسم السلطة، في إطار الفساد، عندما تنصح المواطن العراقي عدم الوقوع في شباك الفاسدين والفاشلين، وعندما تتحدث بأن المجرب وغير المجرب أيضا هو مشمول بإطار هذه المعادلة، بمعنى أنها اليوم تريد أن تعطي رسالة للجميع أن المرحلة القادمة يجب أن تكون مرحلة بناء عبر برامج اقتصادية، عبر برامج تعليمية، وعي المواطن العراقي، عبر برامج خدمية. هذه النقاط الثلاثة أنا أتوقع هي التي تؤكد عليها اليوم المرجعية، لا تريد خطابا طائفيا، لا تريد خطابا شخصيا، وهي بالتالي ترفع اليد عن أي حزب، عن أي شخصية لا تلتزم بما تتحدث به المرجعية بهذه الثوابت وهذه التبويبات، أليس كذلك؟
بالتأكيد بالتأكيد عندما تتحدث عن هذا المبدأ الأساسي والمهم جدا الذي طالما تحدثت عنه المرجعية الدينية الرشيدة في خطابها وفي توصياتها وفي إشاراتها فإنها تؤكد على المسافة الواحدة لكي لا تستغل ولا يكون هنالك مجال للحديث عن رمزية شخص أو مرشح أو برنامج انتخابي بأنه مدعوم من المرجعية الدينية الرشيدة في النجف الأشرف. أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد خالد عبد الإله، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في هذه النشرة. النشرة انتهت، نذكر بعناوينها. إصابة مئات الفلسطينيين جراء اعتداءات قوات الاحتلال على مسيرات غزة، فلسطينيو 48 يتوجهون لمشارف القطاع دعما للعودة. البنتاغون يقر بمشاركة قوات أمريكية في حرب التحالف السعودي على اليمن. الجيش السوري يقترب من تحرير مخيم اليرموك بالتزامن مع إخراج الدفعة الثانية من المسلحين من جنوب دمشق. إن المرجعية الدينية العليا تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين. المرجعية الدينية في العراق ترفض التدخل الخارجي في الانتخابات النيابية وتدعو إلى عدم التنافس عبر الطوائف. التفاصيل أوفى حول أخبار العالم، يمكنكم دائما متابعة صفحات ميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة، دمتم سالمين.